اذكر نوع من انواع الطيور اكلت اللحم. اخذه هو ختا كبس. احمد اذكر نوع من انواع الطيور التي تاكل اللحوم. الصقر. 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 نعم وهو ثاني احتمال. ست اسيل. النسر. نعم النسر ياكل لحم. اي لا. اي خلينا نشوف. النسور. النسر. نعم اعلى احتمال وهو الاول اخذته. تقدري تقررين يا اما نروح وياكم نلعب او تحوليه على عائله ادم. شو تقررين؟ شو تقررون؟ لا نلعب. انتم تلعبون. يلا روحي وتفضل استاذ احمد. يلا يا ست اسيل وست رباب. ست رباب السؤال جميل وواضح وحلو. اذكري نوع واحد من انواع الطيور اكله اللحوم. عنقاء. ها عنقاء. عنقاء. العنقاء.